السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أحبتي الصف السادس ابتدائي. بما أنه امتحانات الشهر الأول بدت، إن شاء الله راح ننشر نماذج لأسئلة امتحان الشهر الأول، طبعا لكل المواد. فدرسنا هو أسئلة امتحان الشهر الأول لمادة الاجتماعيات. هذه الأسئلة تخص وطننا العراق، يعني المقدمة لوطن العراق إضافة إلى محافظة تهوك ومحافظة أربيل. وأنصح بملزمة الاجتماعيات، هذه هي ملزمة الاجتماعيات، طبعا بها كل الملخص والإجابة النموذجية إضافة إلى الأسئلة الوزارية، تتوفر في جميع المكتبات في جميع محافظات العراق. صار واضح؟ إضافة إلى ذلك سويت لكم قناة جديدة على التليجرام، راح ننشر بها الملخصات والأسئلة إضافة إلى أخبار متنوعة، طبعا مو فقط للسادس الابتدائي، لكل المراحل. المحاضرة اللي أنشرها على اليوتيوب الملخص مالتها، طبعا أنا يعني أشرح وأنطي ملخص، فالملخص مالتها راح أنشره على التليجرام، يعني قناة التليجرام راح تفيدكم بالملخصات والأسئلة. راح أخلي لكم رابط القناة بالوصف. زين، نرجع للأسئلة. عندنا السؤال الأول، عرف أربعة مما يأتي: أولا الخابور، ثانيا قلعة أربيل، ثالثا الزاب الصغير، رابعا نرامسين، وخامسا باكرمان. طبعا هذه إجابة السؤال الأول، الخابور، وهو أول الروافد المغذية لنهر دجلة، يجري في الأقسام الوسطى من سطح محافظة تهوك، ويعد الشريان الحيوي لجميع الأنشطة الاقتصادية للمحافظة. ثانيا قلعة أربيل، وهي إحدى الآثار التاريخية في محافظة أربيل، وذكرت في الكتابات الآشورية والبابلية. الزاب الصغير، وهو أحد الروافد نهر دجلة، ويمر في محافظة سليمانية وكركوك وأربيل، ويعد المصدر الرئيسي للأنشطة الزراعية والصناعية. نرامسين، وهو الملك الأكدي، له تمثال من البرونز يظهر فيه الملك جالسا على قاعدة دائرية عليها كتابات مسمارية، محفوظ في المتحف العراقي في بغداد. باكرمان، وهي من أهم السلاسل الجبلية في محافظة تهوك، والتي تمتد من الشمال والشرق والغرب، أو نقول هي من الجبال الموجودة في محافظة تهوك، تمتد من الشمال والشرق والغرب. صار واضح؟ زين، هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، املأ الفراغات، أربعة فقط. أولا، يقع وطننا العراق في الجزء فراغ من قارة آسيا، نقول يقع في الجزء الجنوب الغربي من قارة آسيا. ثانيا، تعد تضاريس تهوك جزء من تضاريس فراغ من تضاريس المنطقة الجبلية، ضمن جزء من تضاريس المنطقة الجبلية. ثالثا، من الآثار الموجودة في أربيل منارتها المسمات بالمنارة المظفرية. أربعة، فراغ، وهي أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال حصاروست، الجواب هو هيلكرد. خمسة، من أهم المصايف السياحية في محافظة تهوك، راح نذكر واحد من هذه المصايف، نقول زاويته أو سولاف أو عيون المياه المعدنية أو إنشكاي، أي واحد من هذه المصايف. زين، طبعا هذا قناة التليجرام، هذا الرابط مالتها، وكذلك راح أخلي لكم إياه الرابط بالوصف. سؤال الثالث، ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. أولا، تقع محافظة أربيل ضمن المناخ الصحراوي الحار، الجواب هو خطأ، ضمن مناخ البحر المتوسط. ثانيا، تشكل جبال طوروس هي الحدود الفاصلة بين العراق وإيران، الجواب هو خطأ، جبال طوروس هي الحدود الفاصلة بين العراق وتركيا وليس إيران. ثلاثة، قرية فيشخابور هي بداية دخول نهر دجلة إلى الأراضي العراقية، الجواب صح. أربعة، تقع محافظة هوك في أقصى جنوب العراق، الجواب خطأ، في أقصى شمال العراق. زين، سؤال رابع، علل ما يأتي، أربعة فقط. أولا، سميت القلعة العمادية بهذا الاسم، هذا الجواب، نقول نسبة إلى مؤسسها عماد الدين زنكي. زين، ثانيا، تنوع النشاط الزراعي في محافظة أربيل، الجواب لأن المحافظة تتميز بغزارة الأمطار والتربة الخصبة. زين، لتضاريس العراق تأثير على كمية الأمطار الساقطة، لماذا؟ هنا نقول حيث يزداد سقوط الأمطار في الأقسام الشمالية وتقل كلما اتجهنا جنوبا، ويقتصر سقوطها في فصل الشتاء. طبعا هذا التعليل، هاي جميع الأسئلة هي أسئلة وزارية، وهذا التعليل كذلك تعليل وزاري،
موجود بالمقدمة وطننا العراق. زين، التعليل الرابع، تتمتع محافظة هوك بمركز تجاري مهم. الجواب نقول بسبب موقعها الجغرافي ووجود العديد من المنافذ الحدودية مع دولتي تركيا وسوريا. زين، خمسة، تواجد العديد من المواقع السياحية في محافظة أربيل. هنا نقول بسبب مناخ المحافظة الذي يتميز بالاعتدال ولا سيما خلال الصيف. هذا جواب سؤال التعليل. السؤال الخامس، أجب عما يأتي. أولاً، ما هي أهم السهول في محافظة أربيل؟ عندنا سهل أربيل وسهل ديبكة وسهل مخمور. ثانياً، عدد فقط الأماكن الأثرية في محافظة هوك اللي هي القلعة العمادية والجسر العباسي. باء، ارسم خارطة العراق موضحاً عليها محافظة هوك، يعني ترسمون خارطة العراق وتحددون محافظة هوك، زين، اللي هي تقع في أقصى شمال العراق، زين، ونهر دجلة. والخريطة طبعا عندكم خريطتين تقريبا في بداية الكتاب، هاي الخريطة تركزون عليها اللي موضحة مثلا أقسام التضاريس، وكذلك عندنا خريطة موضحة بها الأنهار، فهذه الخريطة تركزون عليها طبعا. وهذا الحل كتبته لكم عن الفراغات والصح وخطأ. يقع وطننا العراق في الجزء الجنوب الغربي من قارة آسيا. تعد تضاريس هوك جزء من تضاريس المنطقة الجبلية. من الآثار الموجودة في أربيل منارتها المسماة بالمظفرية. هيل كورت هي أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال حصاروست. ومن أهم المصايف السياحية في محافظة هوك هي زاويته. طبعاً تختارون أي واحد من هذه المصايف. زين، عندنا السؤال الصح والخطأ. تقع محافظة أربيل ضمن مناخ الصحراوي الحار. الجواب هو خطأ. تشكل جبال طوروس هي الحدود الفاصلة بين العراق وإيران. الجواب هو خطأ. قرية فيشخابور هي بداية دخول نهر دجلة إلى الأراضي العراقية. الجواب هو صح. أربعة، تقع محافظة هوك في أقصى جنوب العراق. الجواب هو خطأ. هذا حل الفراغات والصح والخطأ. وبالنسبة للسؤال الخامس، ما هي أهم السهول في محافظة أربيل؟ نقول سهل أربيل وديبكة ومخمور. عدد فقط الأماكن الأثرية في محافظة هوك، نقول القلعة العمادية والجسر العباسي. أما فرع الأخير اللي هو باء، أرسم خارطة العراق موضحا عليها محافظة هوك ونهر دجلة. مثل ما ذكرت إنه الخريطة عندنا مثلا هذه خريطة أقسام العراق، هذه تركزون عليها. مثلا يجيكم سؤال وضح السهل الرسوبي أو الهضبة الغربية أو المنطقة المتموجة أو المنطقة الجبلية، هذه الأقسام تركزون عليها قد تجيكم. زين، بالتأشيرات طبعا هي موضحة في هذا المفتاح، في هذا المفتاح موضحة هذه المناطق اللي هي أقسام السطح. وعدكم هذه الخارطة اللي تمثل السدود والمشاريع المائية في العراق، كذلك تركزون عليها. مثلا نهر دجلة، نهر فرات، عدكم هذه المشاريع والسدود كذلك مطلوبة من عدكم. زين، طبعا والأهم انه تحفظون كل محافظة الموقع مالتها على الخارطة. مثل هنا عندنا محافظة هوك، هذا هو حدود محافظة هوك على خارطة العراق. صار واضح؟ وبالتوفيق ان شاء الله.